أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن الأسير عبد الله البرغوثي 41 عاما الشروع بإضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارا من اليوم الخميس. كما أكد البرغوثي خلال زيارة محامي نادي الأسير له في سجن الرملة صباح اليوم أنه لن يفك إضرابه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد تحقيق مطالبه المتمثلة في إخراجه من العزل الانفرادي والسماح لذويه في الأردن بزيارته وكذلك السماح لزوجته وأولاده بزيارته. يشار إلى أن الأسير البرغوثي معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة و5200 سنة، وهو صاحب أطول حكم عسكري في تاريخ الاحتلال ومعزول انفراديا منذ اعتقاله. سياسيا، قالت صحيفة معاريف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقترع على الرئيس عباس لقاءه الأسبوع القادم عندما يلتقي بالدكتور سلام فياض للانتقال لمفاوضات مباشرة بين الطرفين. ونقلت معاريف عن مصادر في مكتب نتنياهو أن الأخير سيوجه رسالة بهذا الخصوص عبر مبعوثه الخاص إسحاق مولوخو، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس الأسبوع القادم ويسلمه رسالة تتضمن مواقف إسرائيل بشأن اتفاقية الحل الدائم. ميدانيا، أصيب عدد من الفلاحين من قرية يانون الواقعة جنوب شرق نابلس بجروح مختلفة جراء اعتداء المستوطنين عليهم وهم في أراضيهم. وقالت مصادر محلية أن عددا من الفلاحين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم، ثم قام بعدها جيش الاحتلال باحتجازهم، كما أصيب مستوطنان خلال المواجهات التي جرت. يذكر أن المستوطنين كثفوا من هجماتهم على أهالي القرية وممتلكاتهم منذ بداية العام الحالي. في موضوع آخر، اختتمت جمعية العمل النسوي ومركز المرأة للأبحاث والتوثيق مشروع معا ليعلو صوتنا، الذي هدف إلى تقوية وتمكين 80 شابا وشابة من مناطق وقرى مهمشة في الانخراط في المجتمع والقيام بدور قيادي يشارك في بناء مجتمعاتهم المحلية. اختتام المشروع جاء خلال احتفال نظم اليوم في مدينة رام الله. اختتم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى مسابقة فلسطين الوطنية التي امتحنت المواهب في الموسيقى والغناء والتلحين بالإضافة للعزف الجماعي مع قسم الموسيقى الشرقية. شارك في المسابقة ما يزيد عن 50 متسابقا من غزة والضفة والداخل الفلسطيني، تبارعوا على آلات العود والقانون والبزق والإيقاع والناي، وذلك في مركز يابوس الثقافي. ومساء أمس تم تكريم الفائزين في حفل غنائي موسيقي نظم في قصر رام الله الثقافي. ونختم الموجز بهذا الخبر، وقد جاء في تقرير مؤشر السعادة السنوي لعام 2012 الذي يصدر سنويا عن المعهد العالمي في جامعة كولومبيا الأمريكية، وجاءت جميع الدول الأكثر شعورا بالسعادة في العالم في شمال أوروبا على رأسها الدنمارك، بينما وقعت الدول الأقل شعورا بالسعادة في جنوب إفريقيا وعلى رأسها دولة توغو. وبجانب الوضع الاقتصادي، علق تقرير مؤشر السعادة على أهمية الحرية السياسية والشبكات الاجتماعية القوية وغياب الفساد. وعلى المستوى الشخصي، جاءت الصحة الجسدية والعقلية ضمن الأسباب التي وضعها التقرير في الحسبان لدى تقدير مؤشر شعور المرء بالسعادة، إلى جانب الاستقرار الوظيفي والأسري. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.